السلام عليكم ورحمة الله. معكم دكتور محمد شاكر، دكتور أسنان. النهارده جايين نتكلم على التدخين. التدخين هو إيه فوائده على الأسنان، ويا ترى هل هو بيريح فعلا آلام الأسنان ولا لا؟ وده اللي احنا هنعرفه بعد الإنترو. ورجعنا لكم تاني. زي ما احنا بنشوف قدامنا كتير من الشباب، كتير من الكبار، كتير من الصغيرين بيشربوا السجاير، في الإلكترونية وفي التبغ وفي الشيشة وفي حاجات كتيرة جدا. ممكن يكون الموضوع بدأ معاهم عن تجربة أو عشان خاطر يسعدوا نفسهم، وبعد كده بدأ الموضوع يبقى إدمان، والموضوع بيبقى صعب جدا إن هم يبطلوا تدخين إلا لو تولد جواهم عزيمة قوية جدا. طيب يا ترى ايه هي اضرار التدخين؟ زي ما احنا عارفين اضرار التدخين كتيرة جدا على الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز التناسلي، بس احنا النهاردة جايين نتكلم على اضرار التدخين على الاسنان وعلى اللسة عموما. اول حاجة ان هو بيغير لي لون الاسنان، ممكن يخليها لون الأسنان أصفر أو يخليها بني غامق أو أسود، وده بيعتمد على حسب كمية السجاير اللي بتتشرب كل يوم وبقالنا كام سنة بنشرب السجاير. تاني حاجة إن هو بيلونني اللسان، بتخلي الشخص اللي مدخن كأنه شاعر إن لسانه بقى عليه شعر. تالت حاجة إن هو بيقلل لي نسبة اللعاب في البق، وده بدوره بيخلي معدل التسوس اكتر من الشخص الطبيعي. رابع حاجة التدخين بيلعب دور على الجهاز المناعي، فبالتالي بيخلي المدخن اكتر عرضة لالتهابات اللسة. خامس حاجة ان ريحة نفسه ما بتبقاش حلوة، ده بيخلي الناس تنفر منه. سادس حاجة، ودي بتحصل في الحالات المتقدمة، ان هي ممكن تؤدي الى سرطان الفم. يا ترى بعد كل الحاجات دي هل في فوائد للتدخين على الأسنان؟ بصراحة أنا مش شايف في أي فوائد للتدخين. طب يا ترى إيه هي الطرق اللي تخليني أبطل التدخين؟ أول حاجة لازم المدخن يعرف إيه أضرار التدخين على الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي، الأسنان، اللسة، كل الحاجات دي لازم يعرف إيه أضرارها. تاني حاجة لازم يعرف ايه المكتسبات اللي هو هيكتسبها لما يبطل تدخين. تالت حاجة ممكن يمارس الرياضة بأنواعها. رابع حاجة ممكن يبدأ يشرب العصاير والمشروبات الخالية من السكر. خامس حاجة ممكن يبدأ ياكل لبان عوضا عن السجاير. طيب انا حاولت كتير ومعرفتش ابطل تدخين، هنا لازم نقول للمدخن المتابعة الدورية كل 3 شهور مع دكتور الأسنان للتخلص من التهابات اللسة، وعشان خاطر ما يخشش في مرحلة سرطان الفم والعياذ بالله. وكمان لازم يهتم بتنظيف الأسنان وتنظيف اللسة بشكل جيد جدا جدا جدا. وفي النهاية يا رب أكون أفدتكم عن التدخين وإيه علاقته بالأسنان وباللسة عموما. ولو حد عنده أي استفسار أو أي تعليق ممكن يكتب لنا في الكومنتات تحت، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك ودوسوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بخصوص الأسنان. والسلام عليكم ورحمة الله.